ما هي التفاصيل الموجودة عن هذه العملية إلى الآن من كوفنتري؟ أرحب بالسيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري المعارض لحقوق الإنسان. سيد رامي أهلا بحضرتك، ما الذي نعرفه من معلومات حتى اللحظة؟ نعم، المعلومات هي نشرناها حقيقة الأمر ودعنا نتحدث بها، وبالعنوان ليلة أمس قلنا على خطى ليلة القضاء على أبو بكر البغدادي، عملية للتحالف الدولي، العملية التي جرت وباتت نتائجها واضحة بأنها القضاء على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، هي نصر للولايات المتحدة الأمريكية على التنظيم، وأيضا نصر وانتقاما لخسائر قوات سوريا الديمقراطية في معركة سجن غويران، وسجن غويران هو مفتاح هذه العملية. على ما يبدو وقد ينشر المعلومات وقد لا ينشروها، أن أبو عبيدة أمير التنظيم الذي كان معتصم بسجن غويران هو الذي كان يتواصل مع يعني القرشي أو الزعيم تنظيم الدولة الإسلامية في إدلب، لكن العملية بدأت بذات الطريقة التي بدأت فيها عملية قتل أبو بكر البغدادي عبر مطار أو عبر قاعدة خرب عشق قرب عين العرب كوباني. هبطت الطائرات المروحية الأمريكية، بعد ذلك أقلعت باتجاه الغرب، وإذا بها تنفذ عملية للقضاء على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بعد أكثر من عامين على القضاء على أبو بكر البغدادي، وليس بعيدا عن تلك المنطقة وقرب الحدود مع تركيا. لماذا يعني قيادات تنظيم الدولة الإسلامية تقتل بهذه البقعة الجغرافية البعيدة عن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية؟ كيف شعرت بالأمان في تلك البقعة من الأراضي السورية وليس بعيدا عن القوات التركية؟ أسئلة كثيرة يجب أن يكون لديها إجابات الحكومة التركية تجيب عليها، ولكن ما يعنينا الآن نحن ربما سنبحث في الناحية العسكرية والقيادي اللي تم استهدافه، لكن أنا أريد أن أعرف التفاصيل مدنيا كذلك. يعني إلى الآن مدنياً. هناك حديث عن سقوط 13 من المدنيين فيهم نساء وأطفال أستاذ رامي. نعم، هناك 13 يعني قتلوا، بينهم 4 أطفال و3 نساء، ومعلومات أن هناك امرأة من جنسية غير سورية فجرت نفسها أيضا. عندما بدأت العملية جرى الإنزال، دخل عناصر من قوات الأمريكية ومعهم مترجمين إلى البيت الأرضي أو الملجأ أو القبو المبنى. أن علاقتنا ليس معكم، علاقتنا بالساكنين في الطابق الأول والطابق الثاني. بعد ذلك جرت العملية، الذين قتلوا باستثناء عنصر بهيئة تحرير الشام جميعهم من الذين كانوا مع قيادة تنظيم الدولة الإسلامية، قالوا للسكان بأنهم على ذات أيضا يعني خطى أبو بكر البغدادي أنهم نازحين من حلب يسكنون في هذه المنطقة، وهم يعرفون السيدة النازحة أو عفوا المهاجرة المقيمة في هذا المنزل، وإذا به أبو بكر يعني خليفة أبو بكر البغدادي يقطن في هذا المنزل. حتى اللحظة هذه المعلومات هي المؤكدة. بعد ذلك عادت الطائرات وأقلعت باتجاه ذات المنطقة التي انطلقت منها، وبقيت حتى 5 صباحا بعد ذلك غادرت باتجاه العراق، أي كوباني هي نقطة الفصل بعمليتي البغدادي والقرشي. طيب، لكن هل هناك حديث عن اعتقالات كذلك يا أستاذ رامي؟ هل معروف إذا ما كان في اعتقالات؟ يعني حسب السكان، نحن لم نكن داخل العملية، حسب السكان الذي روى لأحد نشطاء المرصد قبل قليل قال بأنه كان يسمع صراخ أحد الأشخاص ويقول له اتركني وأخذوه معه بالطيارة، ولكن على ما يبدو بأن يعني من هو الشخص، هل هو مرافق له؟ يعني أمريكان سيقولون لنا إذا ما كان هناك اعتقالات، ولكن بشكل مؤكد هم اعترفوا بأنهم قتلوا القرشي ولم يعتقلوه. أشكرك أستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري المعارض لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا.